السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أناني. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم بانكيك جابونيز. لا غاسترونومي جابونيز ومختلف على البانكيك ديالنا، ومختلف في طريقة التحضير والمقادير. ما تنساوش لايك سبسكرايب تبارتاجيو وتكومونتيو. فيلا هو معايا، ودابا ندوزو للمقادير. غنحتاجو جوج بيضات، غنحتاجو الدقيق وتيبقى الدقيق حسب الخليط، غنحتاجو جوج غرام ديال الخميره، وغنحتاجو معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال الزيت. وبعد ما فرقت صفارت البيض وبيضت البيض، ها هو النتائج. وراه في صفارت البيض درت الزيت والحليب، هما معلقه كبيره معلقه كبيره، ودربت مزيان. ودابا هناخدو غربال ونديرو فيه الطحين، ونديرو فيه الخميرة، ودابا نبدا نغربل. وبعد ما ضربت مزيان صفار البيض، هذه النتيجه اللي حصلت عليها، وراني طلعت بيض البيض حتى ولا ليا ناعش. ودابا هنزيد سنيده وهنضرب. وبعد ما ضربت سنيده مع بيض البيض، هذه النتيجه اللي حصلت عليها. دابا ناخذ بيض البيض ونديرو مع صفار البيض. ودابا نبدا نضرب. وبعد ما سخنت ليا المقلاة ديالتي، دابا تندهنها بالزيت. ودابا هندير البانكيك الخليط ديالي. والخليط تيجينا تقيل، ودابا هنخليهم يطيبوا وهنغطي عليهم. وبعد ما طيبت البانكيك ديالي، هذه النتيجه اللي حصلت عليها. تيجيو بنانين وسهلين هكا، تيجيو من الداخل. والمقادير هيكونوا لتحت في صندوق الوصف. وما تنساوش لي عجبكم هذا الفيديو، تضغطوا على زر لايك سبسكرايب تبارطاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.